ده رسالة معلمنا القديس بولس الرسول لأهل أفسس. ده الفصل اللي بيتقرا في الإكليل. أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجله لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو أي شيء مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءه كأجسادهم، من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوت ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني أقول من نحو المسيح والكنيسة. أما أنتم الأفراد فيجب كل واحد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، أما المرأة فلتهب رجلها. أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق. اكرم أباك وأمك التي هي أول وصية موعد لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، أمين. ده الأساس اللي اتبنت عليه الأسرة المسيحية، ده اللي بنقدس بيه الزواج. تعرفين كل شيء بيتقدس بكلمة الله والصلاة، ده القداس في قراية الإنجيل بيقدس، وفي صلاة ورفع بخور بيقدس. القداس كده، الأنديل كده، سر الزيجة كده، فبيتقدس العريس والعروسة بيتقدسوا بالإنجيل. فده اللي تقرا لكي يقدس الزواج. زمان يمكن سنة 90 كان في صوم كبير وكلمت أنا 5-6 مرات اتسجلوا موجودين في المكتبة. عاطفة يوزعها المرة الجاية، هوزع عليكم الايه الكاسيت ده ببلاش. ده في كل ما يخص الزواج المسيحي وتربية الأولاد. لما بقول الإنجيل اللي تقدسنا بيه عشان يعني الواحد فعلا لازم يعيش بالإنجيل. جميع المشاكل الزوجية اللي شفتها في حياتي مثلا آلاف مؤلفة، السبب الرئيسي غياب الإنجيل. طبعا المعلومات بقت كتيرة أوي، الوعظ كتير أوي، كل بيت فيه الشانلز والوعظ، وكله بيحب يوعظ، وكله عاوز يوعظ، وكله بيقول كلام. وحاصل دلوقتي زي اللي عنده انفصال في الشخصية ما بين الكلام والعقل وما بين التنفيذ والحياة. فإذا كان حد عنده مشكلة
ونفسه فعلا يحل المشكلة يرجع للإنجيل بحق. لا ينفع أسيس ولا اثنين ولا عشر أسس ولا مطران ولا البطرك. إزاي بقى؟ يبقى احنا عطلنا. لا، أي حد يرجع للإنجيل ما بقاش عنده مشاكل، لكن مش عاوز الواحد يفسر الإنجيل على مزاجه أو يفسره لحسابه أو يفسره عشان يرتاح ضميرياً أجل حاجة. كتير قوي قوي دلوقتي كل واحد يتوست الإنجيل عشان ينبسط. الإنجيل بيظهر عيوبي. طبعاً احنا بنبتدي كلكم وبلا استثناء، لما واحد عاوز يدور على عروسة عاوز يدور على الكمال. وهو نفسه مش كامل. يعني بيحط في باله مخيلته شروط. والبنت برضو بتفكر كده. الحقيقة اللي لازم الواحد يعرفها، احنا مش كاملين. احنا خطاة، ولكن بنجاهد للكمال. يعني ده عيب رئيسي، ان الواحد بيبص للآخر ويتطلب فيه الكمال وهو نفسه مش كامل. طبعا it's not fair. من النقط المهمة قوي قريتها لأحد الآباء، قال أنا بدين بالفضل جدا جدا للناس اللي بينتقدوني. طبعا دي يعني مش معمول بيها في اللي احنا بنعيشه. اللي بينتقدوني بيشوفوا عيوبي اللي انا مش شايفها. فاذا حد انتقدني يبقى كتر خيره انه اظهر لي العيب اللي فيه. يبقى أنا لازم أشكره. إحنا بنزعل منه. أي حد بينتقدني ما بقبلوش. فبتضيع الحكاية. الأسرة المسيحية في الواقع الإنجيلي الحقيقي أسرة تنشئ قديسين. سيبكم من التعليم والعلم والمدارس اللاهوت والكلام والوعظ بتاع التلفزيون والمؤتمرات. الأسرة المسيحية شغلتها إنتاج القديسين. السنكسار بتاعنا كله كده. جميع القديسين يقول لك طلع في بيت أب وأم أتقية. بس بغض النظر عن التعليم، التقوى حفظ وصايا المسيح، العيشة بالاتضاع، العيشة المسيحية دي تنتج قديسين. طبعا انتاج القديسين دلوقتي قليل. ليه؟ لأن الأسر بتاعتنا مش عايشة مسيحية. طب ليه حل؟ الحل الحقيقي ان الواحد يشوف نفسه خاطي ونفسه يتوب. في البستان قيل عن واحد من الكبار اسمه الأنبا شيشوي، عاش حياة عالية قوي قوي، وبعدين في وقت نياحته اجتمعوا الآباء كعادتهم حواليه وعارفين انه قديس كبير يعني. قال لهم يا ابهات انا نفسي اتوب. قال يا ابونا انت عايش العمر كله في القداسة، عمر في الحياة في المسيح،
في تكريس النفس والجسد. انت محتاج لتوبه؟ قال لهم صدقوني، طبعا بيتكلم بصدق مش بالاتضاع المزيف يعني، صدقوني حاسس ان انا لم ابتدئ توبه بعد. لسه ما ابتديتش اتوب. ايه ده؟ في تلك اللحظه سمع صوت من السماء يقول ائتوني بتائب البريه. إذا كان الناس ديت اللي هم أبائنا يعني ده المفهوم بتاعهم عن الاقتراب إلى الله وتنقية النفس وتنقية القلب وتنقية الضمير، وده بيقول أنا عاوز وقت أتوب، إحنا ليه بنعتفي من التوبة كأن إحنا أكملنا التوبة؟ أي واحد كأن إحنا وصلنا وما فيش بعد كده. احنا محتاجين للتوبه، وزي ما قلت مرات كثيره جدا التوبه تغيير من النقيض للنقيض. اذا ما كانش فيه تغيير يبقى ما فيش توبه. تغيير جذري في طريقه الحياه. طبعا الأولاد اللي احنا بنولدهم بيض، عيل قد كده عجينة، احنا بنشكلهم طبعا جزء مننا في العيلة، جزء في الكنيسة، والجزء الكبير أو في المجتمع اللي احنا عايشين فيه اللي مليان فساد. لكن العيال انتوا عارفين بيتولد غض جدا، احنا اللي بنعلمه الكلام. فلو الكلام في البيت اي كلام هيتعلمه، بالذات في بلادنا هنا في المهجر المصدر الوحيد مثلا للغة العربية هو بيتهم، فأي ألفاظ بيسمعها الولد تلاقي عنده من الصغر الريكوردر بتاعه ودنه كلام بيسجله، والعين كاميرا وهو صغير، فكل ما هو حادث في البيت بيصوره أوديو فيديو الاثنين خلاص. الكبار فيكم يفتكروا جدودهم يعني اللي كان ليهم جدود قد ايه. لكن انا فاكر عندي 4 سنين فاكر جدي يطلع على السطح الفجر كل يوم ويصلي، طبعا العيل ولا عارف يعني ايه يصلي، لكن دي بتترسخ فيه بتطبع جواه. الام التقيه عمره ما سمع أمه بتشتم، عشان كده بقول لما بنغلط ونخطئ في بيوتنا بنخطئ إلى أنفسنا ونخطئ لأولادنا. وممكن تعرف العيل هو بيتكلم هو بيغضب وتشوف في صورة أبوه أو أمه للأسف. typical. فإذا كنا نتوب زي ما بقول هنبقى بنحسن لنفوسنا ونحسن لأولاد. العناية بالأولاد من جهة الأمور بتاعة العالم، احنا كلنا ما فيش أب ما بيعتنيش بعياله، أكل ويشرب ويلبس ويفسح، وفاكر انه اذا عمل كده يبقى عمل كل ما هو مطالب به. طب من جهه الاولاد يعني فينا كتير قوي ييجوا الكنيسه ويسمعوا الوعظ
وياخدوا كلام ويسمعوا كلام ويقروا كتب وكل حاجة وما يدوش حاجة للعيال. طب لو بتاخد بتاخد ليه؟ ما بتاخدش لنفسك. زي الأم اللي بتاكل وترضع وتأكل. فكتير مننا من جهة الإدراك الروحي عندهم كتير معلومات كويسة وما بيدوش. طبعا الأفضل مش إن احنا ندي الأولاد معلومات، الأفضل إن احنا نديهم مثل حقيقي للحياة في المسيح. يعني شوف بابا بيتصرف ازاي في مشكلة، عيل صغير ببص. في ضيقة، في تعب، في مرض، في كل ظروف الحياة. ما بقول لك احنا بنولد الأولاد بيض زي كاسيت ما عليهوش ولا حاجة، تسجل عليه زي ما انت عايز. طبعا من يزرع بالبركات بالبركات يحصد. في آباء مصلحة العيال روحيا انهم يتصلوا بالله يحبوه يخافوه يتعلموا مخافة الله ويتعلموا الحياة المسيحية الفضلة. في آباء يقول انا ما يهمنيش يطلع ايه، لكن يهمني انه ما يكونش يخيب من دعوته في المسيح يسوع. اب وفي أمهات بكوا على أولادهم اللي العالم اعتدى عليهم ودموعهم أمام الله مقبولة. على كل حال هي مسؤولية كبيرة أوي 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 إن الواحد زي ما بقول لكم بنستلم الطفل بعد ما نولده بالجسد بيتولد تاني ويستلموه الأب والأم من المعمودية كأمانة يربوا لحساب المسيح. ده اللي بيسموه الإشبين الوكيل يعني. ولابد لنا جميعا أن نصر أمام كرسي المسيح عشان كل واحد يقدم حساب عما قدمه بالجسد خيرا كان أم شر. اللي يحب أولادهم يصلوا لهم، ونحب عيالي. قيس كده قد ايه من الصلاة بعمق بانكسار قلب امام الله من اجل الاولاد. الاولاد اللي من دول مزعجين حاجة صعبة قوي. الواحد مش قادر، حتى العيلة وهي 3-4 سنة مش قادر عليها، الولد 7-8-10 سنة مش قادرين مش قادرين مش قادرين، دايما متزمرين ودايما قايلين. قد ايه صلينا للاولاد؟ امنوا ان الصلاه يقدر يعمل اللي ما نقدرش نعمله. صلوا بايمان ان الصلاه يقدر الاباء عملوا به الايات والمعجزات وشافوا امراض واقاموا موتى وأخرجوا شياطين ونقلوا جبال بالصلاة. احنا بنوعظ عن الصلاة لكن ما نصليش. الوقت دلوقتي الزمن بتاعنا الوقت بقى صعب جدا. في حاجات كتيرة أكلت الوقت مننا. يكفي التليفون ده. فالناس ما عادتش بتقعد مع بعض. هديك النهار كنت قاعد في عزة واثنين قاعدين قدامي وانا في وسط الكلام بكلم بيعملوا كده، راجل ومراته بيكلموا بعض تكست وما عندهمش وقت. لكن اهو ده الجيل وده الزمن اللي احنا عايشين فيه. اذا كنا واعيين لينا وعي ولينا حساسيه امام الله ان احنا لابد نبقى يعني امنا، هيتغير المفهوم. تحديات كبيرة جدا جدا جدا. العيال
غلابة غلابة جدا. انتم معظمكم ما عشتوش في مدارس ثانوي هنا، فاللي ما عاش في مدارس ثانوي في البلد دي ما يعرفش البلد دي. احنا ما عشناش في مدارس ثانوي، فأولادنا غلابة فعلا فعلا، محتاجين شفقة، محتاجين حنان، محتاجين محبة، محتاجين بيت هادي، محتاجين بيت فيه المسيح. أم يجي يقول العصفور وجد له بيتا واليمامة عشا، ما ذبحك يا رب الجنود ملك وإلهي، طوبى للسكان في بيتك. فالعيل اللي جاي من بره من الوايلد عاوز يدخل البيت يلاقي حاجة مختلفة، يلاقي بيت هادي مفرح. عيال كتير يبقى عاوز يطفش من البيت، مش عاوز يقعد من الانزعاج، من التعب، من البيت اللي ما فيهوش سلام، كله غضب، كله صياح. العيل عاوز يدخل بيت يلاقي مثل. لا يا مايك خليك ورا شوية. عاوز يدخل يلاقي جو مختلف، جو المدرسة، جو عالم. المبادئ في المدارس دلوقتي بقت قاتلة، بيعلموا كل ما هو سيء، كل ما هو سيء. أما نقرأ في الإنجيل أيها النساء اخضعن للرجال وكلنا كما للرب، عاوزين يلغوا كلمة اخضعن دي، ده المجتمع. بس احنا بتوع الإنجيل نحب، وشفنا أمهاتنا في الخضوع بكل سرور، لأن ده طبع مسيحي، مهوش مذلة، مهوش لأن الست من داسة وهنا الحركات بتاعت الحركات النسائية ديت والفيمينيزم والبتاع، كلام مخيف جدا وضغط على الكنائس، بقوا يرسموا الستات كهنة وأسقفة في بعض الحاجات. عشان كده بقول ضغوط المجتمع دي وقع على العيال، هم اللي حاسين بيها. فالعيل اللي نفسه مثقلة من العالم بره يدخل بيت يعمل ايه؟ عاوز يلاقي في البيت جو مختلف، يلاقي المسيح. يلاقي أم وديعة طويلة البال متمسكة بالله، متكلة على الله، تزين نفسها مش بالزينة الخارجية، تزينها بالفضائل. فالعيل يطلع شايف، طبعا يحاول يجاهد ضد المجتمع الخربان اللي بره ده، فالعيل بيصارع صراع شديد احنا مش عارفينه. طبعا انتوا كلكم اوير قد ايه كميات المخدرات والنجاسات في العيال الصغيرين، شيء مخيف، خراب يعني. ده محتاج لناس مكرسين للصلاه يسكبوا نفسهم قدام ربنا بالتضاع ودموع كثيرة جدا جدا جدا، وتقول ايه؟ ارحم يا رب، ارحم. لان المهالك ديت والخطايا اطرحت كثيرين جرحى وكل قتلها اقوياء. طب ده دول عيال، يواجهوا ده ازاي اذا ما كانش فيه سند اب وام مسيحيين؟ مش بالاسم، بالحق. أبوهم مسيحيين يحوطوا ويحتضنوا الولد ويدوق دفء المسيح يسوع بدل اللي بره. القمع والقهر ما يربوش عيل، الانتهار الكثير ما يربوش، الحرمان خلاص بقى هات التليفون، تبقى دي خناقه، دي ما تتوبش عيل. لكن الحنان واللطف المسيحي
والحكمة. طب يجيبوها منين؟ قال من تعوزه الحكمة فليطلب يصلي. ناس كتير يجوا يقول لي طب نفسي أبقى حكيم. طب ما تطلب الحكمة النازلة من فوق، غير المكر والدهاء والخبث والحاجات الوحشة قوي دي اللي احنا بنستخدمها كتير، يعني الواحد يلف ويدور عشان مش عارف، دي مش حكمة، دي تودي جهنم. الحكمة النازلة من فوق فيها روح الله ورابح النفوس حكيم، اللي يقدر يكسب واحد يوصله لبر الأمان في المسيح يسوع إنسان حكيم. ما أسهل إن الإنسان يتصرف بعدم حكمة ويفقد، يقول عملت كل حاجة والعيل باظ، لا ما عملتش ولا حاجة، لأن كل حاجة في ذهنك غير كل حاجة مطلوبة في المسيح يسوع. مش كفاية؟ كفاية يا ابونا؟ لا ليه؟ طب خلونا نروح، لما بجاوبش ولا سؤال في ورقة، مدى الحياة ولا حد هاد. ما اعرفش اجاوب الأسئلة في ورقة. خلونا نبتدي بالتصليح، على قد ما المسيح يديكوا صلوا، صلوا بحق، صلوا بانكسار أمام الله، وسيبكم من الروتين. الروتين ده يعني بيقتل الحياة الروحية. يعني خلي البال الأولاني، يعني الواحد لما يبقى عنده كذا حاجة عاوز يعملها يقول برايوريتي نمرة واحد، إيه نمرة واحد يصلي. امبارح كنت بنقرأ عن واحد في اليونان في الخمسينات من القرن اللي فات، شاب غلبان فقير، كان خدوا الجريك الأتراك وبعدين رجع لليونان هرب، مش متعلم، عرفش يقرأ ويكتب، ما حلتوش حاجة. فعشان يأكل لقمة عيشه بقى يجيب عربية يجرها كده ويشيل شوية حاجات من الهاربور، يعني يوصلها للناس. هو ماشي في السكة، في كنيسة في السكة، فيدخل الكنيسة عند حجاب الهيكل ويرفع البرنيطة بتاعته قدام أيقونة المسيح للمجد ويقول له إيه، صباح الخير يا سيدي يسوع، أنا سمعان، أرجوك سماع، ساعدني النهاردة أكل أم تعيش. يروح يشتغل ويجي وراجع من الشغل، يفوت على الكنيسة يدخل ويقول له مساء الخير يا سيدي يسوع، أنا سمعان، أشكرك أنك ساعدتني. عمل كده العشرات السنين وما عرفش أكثر من كده، وكان اتجوز وعنده عائلين وقال سل أكلهم كلهم، فضل لوحده غلبان عجز، دخل المستشفى قعد له 5-6 أسابيع في المستشفى. فجت له الممرضة تقول له يا عم سمعان انت مقطوع ولا ايه؟ محدش ظهرك ولا بني آدم سأل فيك. قال لها ازاي؟ قالت له ايه؟ قال لها المسيح بيجيني الصبح ويجيني بالليل. بقول لك ايه؟ قلبي يقول لي صباح الخير يا سمعان، انا يسوع، اصبر وانا كفك. ويجيني بالليل يقول مساء الخير يا سمعان، انا يسوع، اصبر وانا اديك اجرتك. فالبنت افتكرت ان الراجل ده ايه؟ جابت له الكاهن، قعد معاه وحكى وبتاع، وقال له بتقول ايه؟ أنا سمعت الممرضة بتقول. قال له
قال له ده خيالات؟ قال لا ده المسيح. قال له يجي لك المسيح؟ قال له يجي المسيح الصبح يصب عليا وبالليل يمس عليا. قال له جالك النهارده؟ قال له جاء النهارده. قال له قال لك ايه؟ قال له قال لي صباح الخير يا سمعان، انا المسيح جيت لك وانت تصبر وما عادش كتير، بعد يومين يوم الجمعه الصبح هجي لك اخدك. فالكاهن يعني قال ايه ده؟ قالوا بالليل وتاني يوم الصبح والظهر وبالليل وبعدين قالوا يوم الجمعه الصبح ازيك عم سمعان؟ قال له كويس. قعدوا يحكوا مع بعض وفص الحكايات، قال له جه المسيح اهو ورشم الصليب. قلت ايه يا اخويا على هذا المستوى الساذج ممكن الانسان يتقابل مع المسيح؟ ده لا طقس ولا الحان ولا قداسات ولا حفظ ولا انجيل ولا يعرف يقرا ولا يكتب ولا حاجه ابدا، لكن عارف يصحب عليه. ولما عطل انه يروح المستشفى يصبح ويمس على المسيح قال له في المستشفى صبح عليه ومس عليه. عن نفسنا في الإيمان الساذج ده صحيح، نفسنا كده ما يبقاش المسيح خيال، ما يبقاش المسيح معلومات، المسيح حق، شخص المسيح يسوع اللي احنا بنحبه لحبنا. طبعا مش بقول احنا نرجع يعني نبقى ما نعرفش نقرأ ونكتب ونعرفش زي الرجل، لكن على أي مستوى احنا فيه الكبير والصغير واللي بيفهم واللي ما فهمش، على أي مستوى نقدر نقابله؟ مش بعيد، مسيح قريب، مسيح حلو، مش محتاجين نتعرف عليه من جديد لأن احنا نعرفه، ومش محتاجين ان احنا نتعلم محبته في مدرسة، ده فينا. ولكن الطياشة اللي بنعيشها كتير قوي ديت طاغية علينا. التوبة يعني رجوع، التوبة يعني تغيير، التوبة يعني تلامس مع الله حقيقي. أطلع صلي وأحسس إن أنا فعلا مش كلام مش خيال، أدخل القداس وأطلع مليان فعلا تناول خدت المسيح نصيبي فعلا. الممارسات الشكلية قتلتنا. ادخل الكنيسة وانت متأكدين، واطلع وانت واخد ومليان ما تنساش. كفاية كده كفاية كده. ربنا يديكوا نعمة. أمين الليل يا ذوق سبت وخلصت بالنوتي. أيها المسيح إلهنا ملك السلام، أعطينا سلامة، قرر لنا سلامك، اغفر خطايانا، لك الملك والقوة والعز إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك. أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لك. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا مخلصنا يسوع المسيح وشاركة وموهبة تعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.